اهلا بيك يا محمد، فرحتنا. انت جاي انت جاي خاسس من الاولمبياد ليه يا محمد؟ ما موقف تمرين بقى. ايوه، انتوا لما توقف تمرين تخسوا؟ اه طبعا. ما انت يعني احنا بنزود اكلنا جامد جدا قبل البطوله وفيتامينات وكده، فطبعا حمل التمرين بيبقى عالي جدا، بنظهر بشكل تاني خالص يعني. بعد بعد البطوله بتبقى راحه سلبيه، بننزل تاني بقى يعني. وغير تسريحه شعرك باين شويه صح؟ اه. خلينا نشوف محمد إيهاب لما كان هنا من 3-4 شهور، وكانت بالنسبة لنا كلنا ريو دي حاجة ما تقدرش تحط، تقدرش تعرف مين هيجيب إيه. حلم عند كل الناس، بس ما تعرفش مين اللي هينجز في الحلم ده ومين اللي مش هينجز. الناس هتفرج عليك على الهوا بإذن واحد. مش عاوز البس قناة تبقى مشفرة وتبقى الدنيا متقفلة خالص والناس مش واخدة بالها يعني. بس هقولك حاجة، عارف الإنترنت كسف بقى الوسائل دي. والدتي يعني ما فيش الكلام ده خالص يعني. اه يعني دايما كان والدي برضو كان يشوف اخواتي لما بقى فقد فيهم الامل في انهم يكملوا في الرياضه، وشايفهم بقى في سكه التعليم، كان يشوفهم كده مصارعين بعد الساعه 12 يقول لهم ايه اللي انا بقى، تعالى انت الامل اللي فيهم بقى، تعالى سيبك منهم كده وروح واخدني جوه يعني. هو كان دايما مهتم بيا، وكان كان نفسه في يوم من الايام والله بجد يعني حتى يتفرج عليا في التلفزيون. شافوها في التلفزيون مصر كلها لاول مره تتفرج على لعبه رفع الاثقال ولا ايه؟ من سنين طويل. طبعا طبعا كان طبعا مصر كلها اتفرجت، وكانت انا كان نفسي صوتي يوصل للناس، كان نفسي بالحديد صوتي يوصل للناس، ونفسي الناس تفهم ايه المشاكل في لعبتنا وتصلحها عشان بعد كده، عشان ربنا يكرمنا بعد كده في طوكيو ان شاء الله نجيب 3-4 ميداليات كمان يا رب يا رب. مصر فعلا فرحت بالانجاز ده يعني اكتر من سعادتي بيها، وحسيت ده في عيون كل الناس.